لطالما ينصح الأطباء بتناول الفاكهة والخضار بشكل مستمر نظرا لما تحتويه من فيتامينات وعناصر مفيدة للجسم. بالفعل أظهرت عدة دراسات ما نعتبر أنه بديهي، أي المداومة على تناول الخضار والفاكهة، أن هذا يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة التي قد تؤدي في النهاية إلى الوفاة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. وأبرز هذه الدراسات دراسة جديدة لجامعة هارفارد الأمريكية حول أهمية تناول 5 وجبات يومية من الفاكهة لننعم بحياة أطول. تتواصل الدراسات والأبحاث الطبية من أجل إثبات الحقائق الخاصة بالفوائد الصحية للفاكهة والخضار التي تعتبر مصدراً طبيعياً للعديد من الفيتامينات والألياف والمعادن الضرورية لنمو جسم صحي. آخر هذه الدراسات ما نشره عالم الأوبئة وعضو هيئة التدريس الطبية في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية دونغ دي وانغ حول كمية الفاكهة والخضار التي يحتاجها جسم الإنسان. وكشف تحليل الدراسة الذي طبق على أكثر من 2 مليون مشترك على مدار 30 عاماً على أن تناول نحو 5 حصص من الفاكهة والخضروات يومياً مرتبط بخفض خطر الوفاة بنسبة 13% بشكل عام، وانخفاض خطر الوفاة بنسبة 12% بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، ولم يرتبط تناول أكثر من 5 حصص بفوائد إضافية. كما ارتبط تناول 2 حصص يومياً من الفاكهة و3 حصص من الخضار بعمر أطول مقارنة بأولئك الذين تناولوا 2 حصص من الفاكهة والخضروات يومياً. واعتبرت الدراسة أنه من المرشح أن تقدم الوجبات 5 من الفاكهة والخضار فائدة أكبر فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض المزمنة الرئيسية، وهو مدخول يمكن تحقيقه نسبياً لعامة الناس. معنا أخصائية التغذية سينثيا أبو خليل حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. أهلا وسهلا بك سينثيا. الدراسة تكشف أنه 5 حصص من الفواكه والخضار هي تأخر الوفاة عند الإنسان، فهل هذا من المبالغة يعني في استنتاج هذا الموضوع، أو أنه تشعري أنه ممكن يكون منطقي؟ طبعا هذا شيء كتير منطقي، ومشان هيك الإرشادات العالمية حتى الإرشادات بالإمارات وبالدول العربية هي أن احنا نتناول باليوم 5 حصص من الفواكه والخضار. ورح نحن نفكر شو يعني 5 حصص، لأنه عدة دراسات بيّنت أنه إذا نحن بناكل 5 حصص من الفواكه والخضار يوميا منخفف من مشاكل الكانسر، يعني مشاكل اللي نحن نصيب بمرض الكانسر، منطول الحياة، فمدى الحياة بطول. وحتى في دراسة عملت أنه نحن ممكن نطول مدى الحياة ب4 سنوات إذا منقارن الأشخاص يعني ما بيأكلوا أبداً فواكه وخضار والأشخاص يعني بيأكلوا 3 حصص لـ5 حصص من الفواكه والخضار يومياً. طيب وماذا عن الأشخاص الذين يأكلون بشكل دائم وبشكل حصري فقط الفواكه والخضار؟ هل يمكن وهل ينصح بأن يعيش الإنسان حصرياً على الفواكه والخضار؟ خليني أقول لك شغلة، في دراسة كمان بيّنت أنه إذا نحن نتناول أكثر من 3 لـ5 حصص فواكه وخضار بالنهار ما بيعود في إلها فوائد زيادة على مدى الحياة وعلى الصحة تبع الإنسان. مشان هيك هم اعتمدوا 3 لـ5 حصص يومياً. بس في شغلة لازم نعرفها، أنه نحن ما فينا نعيش حصرياً على نوع واحد من الغذاء شو ما كان هذا الغذاء، إذا كان بروتين، إذا كان دهون، إذا كان الخبز. رح أعطيك فكرة ليش. فواكه والخضار مثلاً كيف صحيين؟ بيحتوى على فيتامينات، على شوي من المعادن، بس ما بيحتوى أبداً على البروتين. فإذا نحن تناولنا بس فواكه وخضار نحن ما عم ناخد بروتين أبداً، ونحن بنعرف أهمية البروتين للنمو، للشعر، للأظافر، لنمو كل الخلايا بالجسم. فنحن ما فينا أبداً أنه نعيش على نوع واحد من الغذاء لو كان غذاء صحي. طيب ولكن البروتين الحيواني بالتحديد اليوم في قفص الاتهام بالنسبة للكثيرين، هناك من يرى أنه يساهم في تسريع الأمراض، أمراض كثيرة منها القلب والسرطان، هل هذا كلام حقيقي بالنسبة لك؟ صح. ونحن وقت بنحكي عن البروتين الحيواني أكثر شيء بنحكي عن اللحوم الحمراء، يعني اللحمة الحمراء، بعدين نحكي عن الدجاج. طبعا ما منضمن بهذا الموضوع السمك، لأنه السمك له فوائد كتير كبيرة على الصحة رح نحكي عنها. فكتير دراسات بيّنت أنه مثلا عطشوا وعملوا دراسة على الماوس يعني على الفئران، وعطوهم مثلا خلايا سرطانية وصاروا يطعمون كتير من اللحوم الحمراء، ولقيوا أنه مع الوقت صاروا الخلايا السرطانية تتجدد كتير بسرعة
وصاروا كمان الخلية الطبيعية تصير خلية سرطانية أكثر. في كتير دراسات انعملت على اللحوم الحمراء وعلاقتها بمشاكل القلب، لأنه هي الدهون تبعها دهون صلبة، وهيدا الدهون الصلبة هي بتتجمع بالخلايا، بتتجمع بالشرايين الدم، بتعلي الكوليسترول المضر، بتعلي التريجليسيريد. كل هالأشياء مع بعضها هي ممكن تعلي من ريسك الوفاة أو إصابة بالوفاة المبكر عند الأشخاص من وراء مشاكل القلب والكوليسترول وإلى ما ذلك. بس نحن طبعا ما بدنا نحكي عن السمك، بدنا نحكي عن أهمية السمك. الدهون الموجودة بالسمك صحية كتير، ما فينا نوقف نقول قديش لازم نحن نجرب ندخل مرتين مينيموم بالأسبوع الأسماك بغذائنا. حلو. طيب كمان بنتكلم يعني باختصار عن طريقة وأنواع الأكل المثالية لصحة وحياة أفضل. أكيد نحن اليوم كتير عم نحكي وترند، إذا بدنا نقول الأشخاص يصيروا فيجيتيريان أو فيجن نباتيين. ليش هيدا صارت تراند؟ لأنه نحن وقت نتجه أكثر لنظام غذائي يكون أكثر طبيعي، أكثر مثلاً فيجيتيريان، نحن مندخل فواكه، مندخل خضار، مندخل زيوت طبيعية، زيت الزيتون، زيت الأفوكادو والمكسرات، وكمان مندخل الأسماك. وهذا هو النظام الصحي يلي أكثر شيء نحن مننجرب نلتزمه، هو أكل طبيعي، أكل ناتشرال، مش متصنع مثل نحن الأكل يلي عم ناكله اليوم يلي هو فيه مقالة ودهون، وطبعاً هو قليل باللحم الحمراء، ففيه أكثر بقوليات، العدس، الفاصوليا، الحمص. نرجع نحن على أكلنا التقليدي، إن قررنا أن نكون نباتيين أو مش ضروري نكون نباتيين، بس نحن نتجه أكثر صوب هيدا النظام الغذائي اللي برهن أنه يخلينا يمدد لنا الحياة. ولكنك ذكرتي في البداية أنه الاعتماد على عنصر غذائي واحد، وهنا نتحدث عن النباتات سواء فواكه أو خضر، ليس نظاما غذائيا مثاليا، يعني هنا نتحدث عن النباتيين. أكيد، بس حالك شغل النباتيين كدفنيشن مش يعني بيأكلوا بس نباتات. نباتيين يأكلوا الحبوب، المكسرات، البقوليات، الفاصوليا، العدس، الحمص، بيأكلوا الزيوت المفيدة، زيت الزيتون، مثل الميديترينيان دايت، يعني الدايت اللي هو بالمناطق على البحر المتوسط. هيدا أكتر دايت عبر السنين برهن أنه هو منيح للصحة ومفيد للمدى الطويل لكل الأشخاص حتى يلي عندهم مشاكل صحية. مشان هيك هذا منه نباتي، يعني بس نحن بناكل نباتات، نحن بناكل الأكل البحر المتوسط يعني بيتضمن كمان الأسماك، بيتضمن كمية قليلة من الأجبان ومن اللحوم الحمراء. طيب سنتيا، لما نتكلم عن الاعتماد على الفواكه والخضار، بالعادة هي غنية بالسكر بنسبة عالية، هذه ما مدى تأثيرها على صحة الإنسان؟ أكيد نحن لازم نعرف دايما نفرق بين السكر الطبيعي والسكر المصنع. أول شيء بالخضار كمية السكر كتير أقل يلي هي الجلوكوز أو الفركتوز، أقل من الفواكه. مشان هيك بكل الدايتس المعتمدين نحن بنقدر ناكل خضار أكتر بكتير من فواكه، وسمتايمز نحن بنحدد كمية الفواكه لأنه قد ما يكون هي بتحتوي كل حصة على 15 جرام من الجلوكوز، يعني هي بتحتوي على كمية منا قليلة من السكريات، بس نحن بنقول سكريات طبيعية. مين الأشخاص اللي هن لازم ما يأكلوا فواكه قد ما بدهم؟ مثلا هن الأشخاص اللي عندهم مثلا تريجليسيريد مرتفع، عندهم سكري وقت الحمل. هدول الأشخاص ممكن الأخصائي التغذية تخفف لهم كمية الفواكه، تقول لهم مثلا ممكن تأخذوا حصة أو حصتين باليوم. أشكرك طبعا على كل هذه النصائح وعلى وجودك معنا هذا الصباح، اختصاصية التغذية سنتيا بوخليل، شكرا لك.